الله يرحم لكم الوالدين، الله يبقى عليكم ستر الله. شوفوا ديروا السهله، الوعره بعدوا عليكم. عليك رسول الله والله وصلي عليك رسول الله وجنبي. بسم الله وبه الحوض الله والكحل عمرو هاي شد شد والكحل ارقب اخوي ارقب. صحة الله يسحر. صباح الخير عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة. اليوم الاخر في بوزنيقة مباراة ديال الاقصائيات، وانا مع الصربة ديال هشام النسمة، وكنتمنى ليه السلامة والتيسير وواحد الموفق يا رب للجميع، والله يسخر الله يجيب التيسير. جيت نشارك معهم استعدادات ديال المباراه ديال الاقصائيات، ونتمنى لهم السلامه والتيسير واحد الموفق يا رب خويا هشام. الصربه ديال هشام النسمه راه من العيار الثقيل، وتمتعنا معاه وتفرجنا معاه في دار السلام وتفرجنا معاه في معرض الفرس، ومن ابطال المغرب، ونتمنوا ليه حظ موفق والسلامه والتيسير، والله يسخر لهشام النسمه، الله يسخر لي والله يجيب لي التيسير. هذا هو العود ديال هشام، مقدم هشام النسمه، والطيبوبه اللي فيه والاخلاق، والصراحه وكنوجه ليه تحيه من هنايا حتى من عند سعاد تي في. رد ليه واش العود هذاك، سير ليه والكحل بالعود، خل خل عادة كحل تحية تعاو معانا. صافي ديك اخوة الله يرحم الوالدين، زكي يدك وبسم الله وبه الحوض الله والكحل عمرو هاي شد شد والكحل ارقب اخوي ارقب. صحة صحة الله يسحر. بسم الله معكم كحل يلا شوف الله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمن الرسول إلى إنزل هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم أنا الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صفه الله يرحم لكم الوالدين، الله يبقي عليكم ستر الله. شوفوا ديروا الساهله، الواعره بعدوا عليكم الساهله. الله يرحم الواد القط الغوته، عاد تسمع الغوته جمد جمع يدك جمع يدك مع النكحله وما تحاول. الله يرحم الوالدين، راه ما تخسر حتى شي حاجه، راه نكحله راك نكحله ما تخسر حتى حاجه. الله يرحم لكم الوالدين، غير نحاولوا غاوص التيران غنمدوا طرح بين لهم، غا طرحها بين لهم. هذيك رقبه اخويا رقبه تبينه كتجمعها هنا، راه اللي دار بوزوزي هكا ولا هكا راه ما هياش، راه نكحله نايضه هكا ولكن ها نكحله فيه. راه ملي كتسمعهم تكون تناضي، حيت نكحله محكم فيها هنا. ماشي تقول لي راه التحكيمه ما بين هكا راه ديما ما غاتجيبش معايا الضربه الماصه. الله يرحم الوالدين، نحاولوا نركزوا ونحاولوا. الصراحه ما كايناش دابا، انتوما دابا حنا 15 اللي على الله وهذا، راه الله يرحمكم. تصوروا بالله تعطيونا واحد نص ساعه، ونص ساعه اعطيوها موتوا فيها. اشنا هي نص ساعه تعطيوني؟ ما تجريوش ليا عزيز، ما تجريوش ليا. الله يرحم لكم الوالدين، راه هذا مقبل هذا وهذا مقبل هذا، كل واحد يقبل له واحد. خلوني الشيخ انا، خلوني انا نتصور مع راسي، ويدخلوا معايا جنابي جوج من هنا وجوج من هنا يدخلوا معايا هو تما ندخلوا سميتو ربي غيجيب التيسير. نديروا حنا السبب، تبقى الكمال على الله، والله يجعل ربي يسهل عليكم في هذا النهار. الله يسهل عليكم. اللهم صل عليك رسول الله، اللهم صل عليك رسول الله، اللهم صل عليك رسول الله وجنبي. وتمتعنا معاه في معرض الفرس، وتمتعنا معاه في دار السلام، ونتمنى ليه حد موفق ويا ربي سخر ليه يا ربي. يا هي يمور إيما يين هشام نسمع نتمنى ليه السلام والتيسير وحد موفق يا ربي سخر ليه. الحاج رضوان تمنوا السلامة والتيسير. اللهم امين. حد موفق لهشام. اللهم امين اختي. غني على التعريف والصربة ديالو الوزن الثقيل. نتمنوا من ربي يجيب الله لينا الله التيسير ونفرحوا وكل شيء ان شاء الله. امين يا رب العالمين. السلامة والتيسير وحد موفق للجميع يا رب. تحية للعمارة ديال هشام النسمة، واش تقول اخويا هشام النسمة؟ كنطلبوا التيسير، ماشي كامل كنطلبوا التيسير، اللي بغينا جينا فرحانين نشوف فرحانين ان شاء الله ان شاء الله. وتحية للعمارة ديال المغرب كامل واحسن عمارة في المغرب كامل. شكرا. كنقول الجمهور دعيو معنا الله يحفظ الوالدين، شكرا، خارج الوطن داخل الوطن. شكرا، الله يحفظكم والله يكبر بكم والله يجيب التيسير الله يسخر. امين.
الصربه ديال هشام النسمه، كنتمنوا لهم السلامه والتيسير واحد الموفق يا ربي، يا ربي تسخر لهم، كنتمنوا لهم السلامه والتيسير. وشهي الصربه ديال هشام النسمه راه من العيار الثقيل تمتعنا معاه وتفرجنا معاه في دار السلام وتفرجنا معاه في معرض الفرس، ونتمنى ليه حظ موفق مره اخرى ان شاء الله. يا رب تسخر ليهم، يا رب تسخر الجميع، نتمنى لكم السلامه والتيسير. المقدم هشام النسمه، نتمنى ليه السلامه والتيسير. تحيه هشام نسمة على جمعية فرد القرصان للفروسية التقليدية حصل على 20 نقطة. هشام النسمة الطلقة الثالثة، نتمنى لك حظ موفق هشام النسمة. تيسير الجميع، واللي من نصيبو شي حاجه الله يسهل عليه، الله يوفق الجميع والسلامه هي كل شيء. سيدة مديرة الحريسات الوطنية تشرفنا بتقديم الشهادة إلى المقدم هشام النسمة عن جمعية الفرس والفرسان للفروسية التقليدية.